السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض قنبله، انا عن نفسي بسميها قنبله. هنعمل مع بعض النهارده المدلعه، مكبات المدلعه، مشروع حلو جدا جدا ممكن تكسبي منه، وكمان طعمه تحفه بجد، شامل كل حاجه، شامل طبقه من الكنافه، طبقتين من الكريمه، كريمة غنية جدا جدا، وكمان طبقة من البسبوسة، والفوق من فوق طبقة من الكراميل او مربى الحليب او صوص الكراميل. بجد بجد حاجة قنبلة كده تحفة تحفة جدا جدا، هتعجبك قوي قوي. يلا بينا نتابع الفيديو. قبل ما نروح بقى للفيديو، متنسينيش بلايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطيت كوبايتين من الكريم شانتيه. اول حاجه انا هعمل كريم شانتيه على طول عشان احطه في الثلاجه. حطيت كوبايتين من كريم شانتيه، حطيت عليهم معلقتين كبار من باتر كريم، معلقتين كبار من السكر البودر، ومعلقه كبيره من اللبن البودر. تمام، قلبتهم مع بعض بالشكل ده، وحطيت نص كوبايه من الحليب، وطبعا هكمل الباقي بكوبايه من الميه الساقعه المتلجه، سواء حليب هتعملي بحليب او بميه، يبقوا الاتنين لازم يكونوا ساقعين متلجين. تمام، هضرب بقى بالشكل ده المكونات بتاعتي بالمضرب او بالعجين ايا كان يعني موجود عندك، لحين بقى ما يعمل معايا فوم ويوصل للدرجة اللي انتوا هتشوفوها معايا. بجد الخلطة دي خلطة غنية جدا جدا جدا، شاملة كل حاجة. وطبعا لسه هنحط حاجة تانية دلوقتي هتغير لينا مسار الكريمة بتاعتنا تماما تماما تماما. كل ما الكريمه معاكي تكبس او تبقى جبسه كده وجامده معاكي، زودي ميه ساقعه او لبن ساقع. تمام، وبعد ما وصلت معانا المرحله دي، هحط بقى علبه قشطه بوك دي اللي هتغير لينا طعم الكريمه. بصي مش عايزه اقولك، خلت الكريمه من مكان طلعته المكان تاني خالص. بجد بجد جربي علبه القشطه دي لو عندك قشطة من وش اللبن، بس اهم حاجة تكون جبسة ما تكونش سايلة، حطي منها برضو هتديها طعم غني وتبقى حلوة جدا معاك ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. هنا فضلت اضرب فيها لحد ما وصل معايا للقوام اللي انت شايفينه ده. تمام، هركنه بقى احطه في التلاجة. ويلا نعمل الكنافة. انا معايا هنا يعني على قد المقدار بتاعي 300 جرام من الكنافة بتاعتي. حطيت عليهم نص كوباية من السمنة. السمنه طبعا انا مدوباها مش سخنه يا جماعه علشان الكنافه معايا ما تعجنش. وطبعا الكنافه كنت حاطه عليها معلقه كبيره من السكر البودر. طبعا قلبتهم بالشكل ده، خليت خليط الكنافه مع السمنه يتغلغل كده، يتدخل في بعض كده، ويبقوا الكنافه كلها مليانه بالسمنه. حطيتها بقى على النار، وممكن تحطيها في صينيه وتحطيها دخليها الفرن وكل شويه تقلبيها وتحمر معاكي. انا حطيتها في حله على النار وهقلب بالشكل ده، وافضل اقلب فيها لحد ما توصل معايا للون الذهبي الجميل ده. شايفين وصلت معايا للون ده؟ خلاص طفيت عليها النار، وكل شويه بفضل اقلب علشان الحله بتفضل سخنه برضو. تمام، خلاص بسيبها تبرد. وهنا معايا طبقه من البسبوسه، والبسبوسه دي البسبوسه المكرمله اللي انا كنت عاملاها معاكم من يومين. بجد طعمها تحفه جدا جدا. وهنا معايا طبقه الكريمه، ومعايا هنا طبقه الكنافه. انا كنت عملت حاجات تانيه من الكنافه دي، وهقول لكم برضو عملت بيها ايه في الفيديوهات التانيه ان شاء الله. هنا معايا القب ده قب مدور، هعمل بيه المدلعه بتاعتي بالشكل ده بغطا، شكله جميل جدا جدا. ومعايا برضو قب مربع، يعني اي حاجه تانيه عندك، وفي لو في مثلث برضو ممكن تعملي بيه. وهنا طبعا معايا دي مربى حليب او صوص كراميل، قصدي صوص توفي او مربى حليب، بيجي من عند مستلزمات خامات الحلواني بدل ما تتعبي نفسك وتعمليه. الا النص بالنص ب 25 او 30 جنيه. تمام، نص كيلو. حطيت اول طبقه وهي طبقه الكنافه، بحطها وبضغط عليها بالشكل ده، وبحط هنا برضو في القمع بتاعي بحط شوية من الكريمة علشان الكيس الحلواني ده بيسهل لي، وان انا بفرد معايا القب بتاعي دايرة. طبعا لو مش عندك كيس حلواني ممكن كيس تلاجة عادي، انت عارفين ان انا بستخدم كيس التلاجة عادي جدا. يعني حطيت طبقة من الكنافة، طبقة من كريمة، وحط طبقة كبيرة كده وحلوة ومليانة من البسبوسة المكرملة بتاعتنا اللي طعمها تحفة جدا جدا. احط كده طبقه كده من البسبوسه واضغط عليها بالشكل ده واسويها. لازم الحاجه تكون متساويه علشان يبقى شكلها جميل الى حد ما.
تمام. بفضل كده اشوف لو الطبقات كلها مش متساويه، في طبقه يعني مايله شويه بحط، برجع احط بسبوسه لحين ما ايه اظبطها. احط بقى كمان طبقه من الكريمه بالشكل ده، ودي اخر طبقه، يعني طبقه كنافه، طبقه كريمه، طبقه بسبوسه، والطبقه اللي فوق برضو طبقه من الكريمه. هسوي معايا الكريمه بالشكل ده بمعلقه بقى او سباتيول صغير، يعني اي حاجه موجوده عندك بتسويها بيها، علشان نحط طبقه المربى الحليب بتاعنا او صوص الكراميل. حطيت هنا اخر حاجه معايا وهي صوص الكراميل او مربى الحليب. بجد صوص الكراميل ده فرق جدا مع طعم الكريمه الغنيه. وطبعا لو انت حابه تحطي جبنه برضو، اي جبنه مثلثات او جبنه دومتي، عندك جبنه كريمي برضو تبقى حلوه، بس انا استغنيت طبعا عن الجبنه وحطيت قشطه. هحط بقى من فوق بالشكل ده، ده صوص شوكولاته عادي، يعني لو مش متوفر عندك مش مشكله، ممكن تسيبيه زي ما هو وتحطي عليها شويه من الكنافه وشويه من المكسرات وعادي جدا هتمشي معاكي. هعمل كده هنا خط كده تموجات بالشكل ده حوالين الدايرة بتاعتي اللي انا عملتها بالشوكليت بخلة اسنان، يعني سهلة وبسيطة جدا ومش معقدة معانا. اديتنا شكل جمالي زي ما انتم شايفين كده، بجد شكلها جميل جدا جدا. هحط من فوق شوية من الكنافة عليها بس مش دلوقتي. هعمل معاكو كب كمان دايرة، حطيت طبقة من الكنافة بالشكل ده وبسويها، بضغط عليها وبسويها بالشكل ده، وبحط طبقة من الكريمة معايا، وهرجع احط طبقة من البسبوسة، طبقة حلوة جدا كده من البسبوسة، وطبقة كمان من الكريمة، وطبقة كمان من الكنافة. وطبعا يا محلى طبقة المدلعة دي او قبل المدلعة دي لو عملتيها من بالليل وسبتيها بقى لتاني يوم، يعني تاني يوم على الفطار بتكون اخدت يعني حاجة كده ساقعة كده وحاجة فلافي كده، طبقة البسبوسة مع الكريمة مع طبقة الكنافة المقرمشة، حاجة كده وهم، بجد بجد حاجة وهم جدا. ومن فوق بقى بتحلى بطبقة الكريمة او طبقة، اسفة، طبقة الصوص الكراميل او طبقة التوفي، بجد بجد خطيرة. طبعا لو انت من عشاق طبعا البسبوسة والكنافة والحلويات هتفضليها جدا، ممكن تحسيها انها تقيله شويه، لكن لما تاخدي معلقه في التانية ما بتحسيش بطعمها، يعني بتحسيها تقيله اول معلقه، بعد كده لما بتاخدي المعلقه ما بتقدريش ان انت تبطلي، يعني ما بتقدريش ان انت تبطلي تاني ان انت تاكلي منها. احط برضو الطبقه كده، واحط طبقه من الشوكولاته لو مش عندك، ممكن شويه من النوتيلا، يعني لو انت مش عندك طبقه الشوكولاته دي ممكن تحط طبقه من النوتيلا تسيحيها على حمام بخار او تدوبيها في شويه ميه ومعلقه زيت، وبرضو تزيني بيها من فوق كده، بتبقى طعمها جميل برضو وشكلها جميل. عملت هنا الخطوط برضو زي ما عملت معاكم في اول كوب، يعني زي دايره كده او زي ورده. بحط هنا شويه من الكنافه من فوق، وبحط عليهم شوية من المكسرات، مش عندك مكسرات ممكن تحط شوية من الكنافة او البسبوسة وتسيبيهم عادي جدا. تمام. هعمل معاكم القاب المربع ده، هعمل برضو طبقة بالشكل ده من تحت، طبقة الكنافة واضغطها، واحط طبقة من الكريمة، وهرجع احط طبقة من البسبوسة، طبقة تكون محترمة كده وكويسة من البسبوسة. وطبعا البسبوسة بتاعتي عملتها قبل كده من يومين، يعني ممكن تدخلي على يعني ترجعي للفيديوهات القديمة هتلاقي كام نوع من البسبوسة انا عملته ليكم. تمام. حطيت طبقة هنا كده، شايفين الشكل، الطبقات تحفة بجد. طبعا القوالب دي يعني المربعة او الدايرة، المربعة دي زي الاكريليك كده، لكن الدايرة يعني هي برضو عاملة زي الاكريليك، بتبقى حلوة جدا في التقديم وفي الشكل، وكمان بتبين ليكي من بره طبقات الكنافة مع طبقات البسبوسة. طبعا بسويها بالشكل ده بمعلقة، وهحط برضو شوية من الصوص الكراميل او مربى الحليب، هي اسمها مربى الحليب، بتقولي بتاع مستلزمات الحلواني، انا عايزة طبعا نص او كيلو من مربى الحليب بيطلع لك. تمام. بعد ما ظبطتها هنا كده، انا معايا شويه من الكريمه مش خففتهم باي حاجه، والحاجه هم اصلا خفاف، الكريمه معايا خفيفه مش تقيله. طبعا حطيتهم في كيس حلواني، مش عندي قمع فحطيتهم في كيس حلواني بالشكل ده وعملتهم خطوط، واحط برضو يعني انا فضيت العلبه بتاعت الشوكليت كلها تماما، يعني هعمل برضو هنا كده خطوط تموجات بالشكل ده، تدي برضو شكل جميل، ده رايح رايح جاي كده، يعني خط رايح جاي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، شكلها جميل جدا. بحط هنا بقى المرة دي احط شوية من البسبوسة، واحط عليهم شوية من المكسرات.
خلاص كده سهلة وبسيطة، تنفيذها بسيط. شايفين الطبقات؟ طبقات جميلة جدا وباينة زي ما انتم شايفين، برضو طبقة الكنافة والبسبوسة والكريمة طبعا بتاعتنا باينة. هنا برضو عملت الشكل ده خلف الكاميرا، برضو عملتها بشوية بالداير ما يدور بالشوكولاتة، وحطيت برضو كريمة وعملتها برضو بالشكل ده. شايفين هنا بقى شكل جميل جدا، ومن فوق بقى مربى الحليب بتاعتي باينة بقى، يعني شكلها كده قنبلة بجد، تنفع حلوة جدا لعزومات رمضان، حلوة كمان لو انتي معزومة وطبعا مش معاكي فلوس ان انتي تجيبي حاجة، ممكن تعمليها في البيت وتحطيها في علبة وتقدميها، علبة شيك كده وتقدميها وانتي رايحة لضيوفك. بجد حاجة شيك، شكلها شيك جميلة جدا وطعمها تحفة، هيعجب كل ضيوفك بعيدا بقى عن اي حاجة بقى تانية، فاكهة بقى او حلويات بقى، ده احسن من احسن محل حلويات. تمام كده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يا رب يكون المدلعة البسيطة السهلة بتاعتي عجبتكم والشرح بتاعي عجبكم. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسنيش باللايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.